انطلق طارق صادوما الهولندي الأصل من التخصص في العلوم الفلسفية إلى عالم الفن ملتحقاً بإحدى أهم الجامعات في هولندا والعالم ليدفيلد أكاديمي. من أهم إنجازاته الفنية طريقة دمجه للفن العربي بالغربي بحيث أقدم على تحويل سوبر ماركت إلى مسجد في هولندا. الماركتينج والأدفرتايزنج محتاج تخطيط، الفن محتاج أنك أنت تبقى متفتح وتبقى يعني ماشي وراء إحساسك. فأنا لقيت الحاجة بصراحة بالصدفة وأنا بشتغل عليها ولقيت أنها كاليغرافية شرقية وأنها كلمة الله. وقد دخل العالم العربي من خلال تجسيد جمال المرأة الشرقي في أعماله الفنية. الله سبحانه وتعالى عطى الإنسان حرية مطلقة من خلال منحوتاته لعالم الفن والشهرة، ملحقا بذلك فيلما وثائقيا هولنديا عن إنجازاته في العالم العربي. ما حققه طارق في أعماله هو دمج الحضارات بثقافة الفن. محققاً بذلك شهرة عالمية لأعماله وإنجازاته الفنية ذو طابع فلسفي.